فأتمنى من الله أن تكون هذه النصائح مفيدة. وبالنسبة للإخوة الذين لديهم أي أسئلة فمرحبا بكم، مرحبا بتساؤلاتكم، سأكون سعيد جدا بالإجابة عليها. وللإشارة إخواني كذلك أن البث مباشر إن شاء الله سيستمر وسيكون على القناة الرسمية لأجل الإجابة على أسئلتكم، فنتمنى من الله أن تكون هذه المجهودات تلقى استحسانكم، وإلى أن أراكم في فيديو قادم بإذن الله. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء، وتقبل الله صيامكم.